السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ارسم حوات غير منتظمة وفي نفس الوقت سقف غير منتظم واوصل بينهم. طيب ممكن اجي هنا اقول له من ليفل 1 ان انا عايز ارسم حوايط، واقول له الاركتكتشر، واقول له ان انا هستخدم الاقواس. ممكن ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام. هاجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل ميرور، واقول له تي ار مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت. وهاجي هنا في الاليفيشن واقول له الارتفاع هنا خليه 8 متر، وهاجي في ليفل 1 واقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بلان يساعدني، وهدي له اسم 22 مثلا، مثلا جان سايت امبليس ميس، اوكي. واقول له من موديل اقول له ان انا عايز ارسم اس بي لاين، بس اقول له ان انا عايز ارسمه على 22. بيقول لي لازم ترسمه في الاليفيشن، اقول له اوكي، وابدا ارسم بقى اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة بالشكل دوت. تعال نشوف 3D، نتأكد ان هو مغطي المبنى. طيب هاخد الخط دوت، اقدر اعمله كوبي، ومش لازم اخده بالظبط كده، لا ممكن ترحله سنة عادي مفيش مشكلة. وممكن تدخل على كل شكل منهم تعدل فيه زي ما انت عايز. انا ممكن تعمل سيلكت على دوت وتدخل في 3D او في السكشن، هتلاقي الخطوط دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، بحيث تغير الزاوية بتاعتها لو انت حابب. طيب ممكن نعمل سيلكت لدول، اقول له كرييت فورم. طيب انا عايز اطرح الجزء اللي بره، انا عايز بس اخلي الجزء اللي جوه. طيب هقول له ان انا عايز اعمل شكل كده، تمام، بحيث ان انا اقدر اعمل فويد للجزء اللي بره. ممكن اقول له ايه ان انا عايز اعمل، ممكن نعمل بيك لاين واخد الشكل دوت، تمام، واقول له هات لي بقى لاين كده. وبعد كده هنا، طيب الشكل دوت ممكن اعمل عليه سيلكت واقول له فويد فور. طيب اعمل بس سيلكت عليه قبل ما يختفي، قول له اعمل لي ميرور الناحية التانية. خلينا نشوف 3D، هو لحق اختفى مش مشكلة. نفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، هقول له ان احنا عايزين نعمل شكل اخر، واقول له ان انا هرسم لاين كده اي شكل، المهم ان هو يكون مغطي على كل حاجة على اساس تختفي. اعمل سيلكت عليه واقول له فويس فور، الاتنين همت، نشوفهم في 3D. في جزء عندي غلط، ده الفويد فورم اهوت،
ممكن نكبره شوية. تمام كده مظبوط. اقوله فينيش ماس واروح مختار بقى الجزء اللي فوق واقول له ان احنا ده عايزين نعمله روف باي فيس بالشكل دوت. كريت فوق الروف، ممكن بقى نعمل سيلكت للجزء ده كله واقول له اتاش ونعمل ليه الجزء ده.